زين، خلي افتح الاف سي سي اسوي ايضا بريزنت حتى عن تو بكتيريال سبيشيز اللي هم البرد ارجينس اللي هم البردتيلا والليجيونيلا. البردتيلا طبعا اكثركم سامعين او قارين او يعني بالصدفه شايفين طفل مصاب او شخص ممكن مصاب يكون البوردتيلا هي اللي تسبب العفو الووبينج كاف. الووبينج كاف هو السعال الديكي من تسميته. طبعا اكثر من سبيشيز موجود بالبوردتيلا، لكن اخطرها واللي هي اللي عندها كلينيكال او ميديكال امبورتنس بالهيومن بينجز هي البوردتيلا بارتوسيس. البوردتيلا بارتوسيس ايضا اكو وياها تو بكتيريال سبيشيز ريليتد تو بارتوسيس، هي البوردتيلا بارا بارتوسيس والبوردتيلا برونكيسبتيكا. طبعا قديما قد يعني أو هو اول ما اكتشف هذا المرض والبكتيريا المسببه له، مرض قديم جدا يعني من 1900 بداوا اكتشفوا الحالات اللي مصابه بهذا المرض، شافوا انه البرونكيسبتيكا هي اللي بالبدايه اكتشفوها، بعدها اكتشفوا البرتوسس والبارابرتوسس، ويقال انه هم هي الاصل وهم صار مثل ميوتيشن وطلعت من عندها. لكن ناودي يعني هسه حاليا هي البردتيلا هي الجينس والسبيشيز بارتوسيس والبارابرتوسيس والبرونكيسبتيكا. طبعا البارابرتوسيس هي نفس البارتوسيس نفس الديزيز تنطي، لكن يعني تكون مالدر. البرونكيسبتيكا احيانا تسبب لي ريسبيراتوري ديزيز وبكتيريميا بالهيومن، يعني تبدي البكتيريا توصل للبلاد خصوصا، او يعني اكثر الحالات هي بالاشخاص اللي عندهم قله بالمناعه الاميونو كومبرومايزد هوست. بعد ايضا اكو اكتشفوا سبيشيز ثانيه اللي هي البوردتيلا هاينزي اللي تسبب لي ايضا بكتيريميا وريسبيراتوري illness، والهولمسي اللي تسبب لي بكتيريميا بالاشخاص اللي هم اميونو سبريسيشن بيشنت، يعني الشخص اللي هو اميونو كومبتنت يعني اللي ما عنده نقص بالمناعه، هذا ما راح يكون عنده ما يتعرض للاصابه بهذا السبيشيز اللي هو الهولمسي. وعندنا التريماتوم اللي هي راح تكون اسوشيتد وذ وونز بالجروح والاوتايتس ميديا والتهاب الاذن الوسطى. اكو تشابه بين البارتوسيس والبارابارتوسيس والبرونكيسبتيكا، هذول الثري سبيشيز اكو تشابه بيناتهم، لذلك هم نسميهم احنا كلوزلي ريليتد. ومثل ما قلت لكم اول شيء كانت مكتشفه البرونكيسبتيكا وبعدين البارابارتوسيس والبارتوسيس. تقريبا 72 ل 94% دي ان اي هومولوجي، يعني شافوا الدي ان اي كونتنت مال 3 سبيشيز اوف بوردتيلا اللي هم هذول ذكرناهم، وشافوا انه 72 ل 94% اكو تشابه. وطبعا بعض الليمتد فيري ليمتد ديفرنسز ان مالتي لوكس انزيم اناليسيس، يعني شافوا ايضا حللوا بعض الانزيمات مالتها بعدة مناطق بالجين، لأن احنا نعرف الجين هو متألف من عدد من القواعد النيتروجينية أو عدد من التسلسل القواعد هذا، فشافوا أنه بعض المناطق الجينية اللي مسؤولة عن بعض الإنزيمات سووا أناليسيس، فشافوا أيضا أكو اختلافات بسيطة، لكن الأغلب هو أكو تشابه. وإضافة إلى الـ DNA content، فلذلك قالوا هذه الـ species من البوردتيلا هم closely related، واحدة قريبة على الثانية والتشابه أو كبير بيناتهم. حتى يعني اعتقدوا مثل ما قلت لكم سابقا كانوا يقولون هم three subspecies within a species، يعني هم بالحقيقة نوع واحد وبأنواع أخرى، لكن بعدين قالوا هي لا كل واحدة من عندهم هو سبيشيز الحالة.
المورفولوجي الاورجانيزم ار سمول جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي وذ تولدين بلو ستين، يعني بالصبغه الزرقاء اكو تولدين. الباي بولر ميتوكروماتيك جرانيولز كان بي ديمونستريتد، ايضا عندها باي بولر ابييرنس هذه البكتيريا. اللي يكون بهذا الابييرنس اللي يظهر، وطبعا كابسول از بريزنت، واحنا نعرف الكابسول اذا موجوده يعني بما معناه هذا يزيد من الفيرنس اوف ذا بكتيريال سبيشيز. الباي بولر ستيننج يكون اكو ظهور للستين باطراف البكتيريا، جسم البكتيريا على اليمين على اليسار جدا واضح. وايضا هي تشوفني البكتيريا الاوتر، يعني هنا بحاله البورديتيلا اشوف انه الاوتر سيرفس مالتها يكون يعني هذا البوردر، حافات البكتيريا تكون الصبغه متركزه بيها اكثر من بقيه جسم البكتيريا، ونشوفها طبعا راح تكون ديب ان كلر وايل ذا ريست بودي اوف ذا بكتيريا راح نشوفه يكون لايتر ان كلر، يعني لونه افتح. بالنسبه للكلتشر، the primary isolation of Bartholella pertussis requires a rich media، لذلك يستخدمون البوردت جانجو ميديوم. هذا الميديوم هذا الوسط اجى اسمه من اسماء العلماء الاثنين اللي اكتشفوا البورديتيلا سوري بارتوسيس، اللي هم البوردت والجانجو. وطبعا شنو هذه الميديوم؟ بوتيتو بلاد جليسرول اجار. طبعا هذه كل هالمواد اللي ذكرتها هي حتى تزيد الانريتشمنت اوف ذا ميديا اور اوف ذا اجار. طبعا ايضا بعدها يضيفون بنسلين جي، الكونسنتريشن مالته 0.5 مايكروغرام بير مول. هذا اكيد البنسلين جي حتى يسوي لي انهبيشن فور اذر بكتيريال سبيشيز اللي قد تكون من ضمن النورمال فلورا بالريسبيراتوري ابيثيليا، حتى يسووا لها انهبيشن وينمون فقط البورديتيلا برتوسيس. التمبرتشر هي 35 ل 37 درجه for 3 to 7 days in a moist environment. فإذا تحتاج هي يكون 3 إلى 7 أيام بالحاضنة، وطبعا تحتاج إنه يكون الهيوميديتي مال الحاضنة الرطوبة أعلى من النورمال كونديشن of other bacterial species in for يعني in ground، يعني أكثر رطوبة من بقية الأنواع البكتيرية للنمو مالتها. او قد يحطوها ببلاستيك سيلد باج، يعني اكياس مخصصه يعني بيها رطوبه تولد رطوبه، وطبعا تكون محكمه الغلق بحيث يخلون البليتس بيها البليتات ويحطوها بالانكوبيتر. بورديتيلا بارتوسيس از نون موتايل، ما عندها حركه. الأورغانيزم ستريبت إيروبس، يعني من النوع اللي ستريبت إيروب يعني ما تنمو إذا نوجد السي أو 2، يعني تحتاج فقط الأو 2. forms acid but not gas from glucose and lactose. احنا يعني حكينا عن هذا الموضوع كثير، قلنا انه البكتيريا اذا سوت يوتيلايزيشن للشوغرز اللي موجودين بالميديا فراح تنطيني اسيد وراح تنطيني غاز. هذه البكتيريا راح تنطيني اسيد بس ما راح يكون اكو غاز فورميشن افتر جلوكوز يوتيلايزيشن، جلوكوز اند لاكتوز شوغر يوتيلايزيشن. الهيموليسيس اوف ا بلاد كونتيننج ميديوم از اسوشيتد وذ فيرولنت بورديتيلا بارتوسيس. فاذا البكتيريا اللي راح ننميها على بلاد اجار وراح تسوي لي هيموليسيس، فهذه الفيرولنت سترين هذه النوع الضار من البورديتيلا بارتوسيس. النوع الافيرولنت ما راح يسوي لي هيموليسيس اون بلاد اجار، وهذا ايضا عندنا ديفرنشيشن بين الفيرولنت والافيرولنت بورديتيلا بارتوسيس. اكو تو ميكانيزم، there are two mechanisms for بورديتيلا بارتوسيس to shift to non-hemolytic non-toxin producing a virulent form. فاذا البورديتيلا بارتوسيس ممكن تتحول من الفيرولنت تايب الى الافيرولنت تايب عن طريق تو ميكانيزمز. الريفرسبل
phenotype modulation راح يصير اكو يعني الفينوتايب مالتها شكلها راح يتغير على البليت، وطبعا هذا راح يكون is grown under certain environmental condition. يعني مثلا اذا نميناها ب 28 28 درجة بدل ال 37، او نميناها بوجود ال MgSO4، هذا راح يخليها يصير اكو بيها تغير بالنمو مالتها وظهورها على البليت. Reversible base variation follows a low frequency mutation. هذا راح يؤدي الى انه راح يصير عندها طفرة في genetic locus بمنطقة معينة من الجين مالتها. هاي المنطقة اللي تكون مسؤولة عن او تسيطر على that controls او تنظم the expression of the virulence factor. هاي المنطقة إذا صار الجينية، هاي إذا صار بها mutation، هي مسؤولة عن الـ virulence factor أو الـ expression of virulence، يعني ظهور عوامل الضراوة. فإذا صار بها طفرة راح تتحول البكتيريا من الـ virulent strain أو virulent type to a virulent form أو a virulent مثل ما ذكرت لكم، ممكن أنه 28 درجة بدل ال 37 او وجود ال MgSO4، هذا كله راح يؤدي الى انه تكون البكتيريا تتحول من البيرولنت الى الافيرولنت. Antigenic structure, pathogenesis and pathology of Bordetella pertussis، هذه مهمه. شنو اللي عندها هذه البكتيريا بحيث تكون فيرولنت، يعني عندها ضراوه عاليه. البوردتيلا بارتوسيس عندها عدد من الفاكتورز اللي موجودين ويأثرون على الباثوجينيسيس اوف ذا ديزيز، يعني السيفيريتي اوف ذا ديزيز، يعني شده المرض. اول موقع موجود بالكروموسوم هو يعتبر سنترال ريجوليتر، هو يعتبر منظم اساسي للفيرولنس جينز، للجينات المسؤوله عن ضراوه هذه البكتيريا. This locus has two Bordetella virulence genes. يعني هذا الموقع عنده جينات اثنين. أول واحد هو Bordetella virulence gene A والBordetella virulence gene S. إذن هو عنده جينات اثنين مسؤولة عن ضراوة Bordetella. Bordetella virulence gene A والBordetella virulence gene S. Gene S هو response to يتأثر ب الانفيرومنتال سيجنال، يعني اذا مثل ما قلت تغيرت درجه الحراره، طولت صار كانت مده النمو اقصر مما نحتاج، احنا عرفنا هي تحتاج 3 to 7 days، هيوميديتي عاليه مكان اكو، مينرالز مختلفه بالميديا، هاي الامور احنا اللي نسميها انفيرومنتال سيجنال. يتاثر بيها البوردتيلا فيرولنس جين اس، while the Bordetella virulence gene A is a transcriptional activator of the virulence gene. لكن الجين الثاني هو يعتبر الترانسكريبشنال اكتيفيتر، هو الاساس او اللي راح يبدي ب انه بروتينات الضراوه اللي راح تنتج من هاي الجينات راح تتكون. فاذا هذا وراح يكون طبعا اكيد ما يتاثر مثل الاس. رقم اثنين، هذه اذا اول فيرلنس فاكتور ذكرناها واللي تاثر على الباثوجينيسيس اوف ذا ديزيز، امراضيه او شده المرض يعني عند الاصابه بهذه البكتيريا. الفيلامنتس هيم اجلوتينين، هذا طبعا من اسمه هو هيم اجلوتينين، واكو فيلامنتس يعني راح يكون على، اذا هاي البكتيريا عندها فيلامنتس، زين عندها هاي الخيوط، أكيد هذا الفيلمنتس هيم أجلوتينين ميدييتس على السيرفس، لأنه من اسمه يعني على الأوتر سيرفس أوف ذا بكتيريا، ميدييتس أدهيجن تو سيليتد إبثيليوم سيل، يعني راح تصيب هي الريسبيراتوري تراكت، وطبعا احنا نعرف اكو سيليا بالريسبيراتوري تراكت، فراح يسهل عملية التصاق بالخلايا اللي موجودة بالقناة التنفسية بوجود السيليا، هو الفيلمنتس هيم اجلوتينين.
برتوسيس توكسين بروموت لينفوسايتوسيس، راح يصير ارتفاع للخلايا الليمفاوية، وراح يصير ايضا سنسيتايزيشن تو هيستامين، ولذلك راح يصير مثل الارجيك كونديشن، هذا راح يكون مثل الحساسية. وطبعا انهانسد انسولين سكريشن ايضا هذا ضمن الامراضية لهذه البكتيريا. الادينيليت سايكليز توكسين، هذا التوكسين راح يكون ايضا موجود بعد دخول البكتيريا الى الجسم، والديرمونيكروتيك توكسين والهيمولايسين اللي قلت لكم راح يكون associated with virulent type، راح يكون ويا النوع اللي عنده براوة من البكتيريا، مو ويا النوع اللي راح يكون افيرولنت. هذه التوكسينز اللي ذكرتها لك لعثة are regulated by Bordetella virulence gene system اللي تكلمنا عنه بالنقطة الأولى. التراكيال سايتوتوكسين inhibits DNA synthesis in ciliated cells and is not regulated by Bordetella virulence gene. هسا 3 توكسينز ذكرتهم بالبداية هم راح يكونوا regulated by الجين سيستم of Bordetella، طبعا Bordetella virulence gene system، لكن اكو توكسين اللي هو راح يكون التراكيال سايتوتوكسين، هذا ايضا تفرز البكتيريا لكن شنو تاثيره؟ يسوي انهبيشن للدي ان اي سينثيسيس بالخلايا اللي موجوده بالريسبيراتوري سيستم، تمام؟ فاذا راح يسوي لي انهبيشن، فما راح يكون اكو خلايا متجدده، وهذا بما معناه راح يصير رابتشر بالتشو، تحطم بالنسيج. البولي probably play a role in adherence، اكيد طبعا احنا نعرف لما يكون اكو موجود اضافه الى الفيلمنتس، الفيلمنتس هيم اجلوتينين اللي موجود، هذول التو فاكتورز ياثرون على الادهيرنس اوف بكتيريا تو ذا سيليتد سيلز اوف ذا ابر ريسبيراتوري تراكت. اللايبوبوليسكرايد لانه هو جرام نيجاتيف، لايبوبوليسكرايد اللي موجود بالسيل وول ايضا قد يكون عامل مهم اللي يسبب لي الدمج to the epithelial cells of the upper respiratory tract، يعني بعد دخول البكتيريا. Bordetella pertussis survives for only brief period outside the human host، يعني دائما تحتاج تدخل الى جسم الانسان حتى تحدث الاصابه، تبقى عايشه فتره قصيره خارج جسم الانسان. ما تحتاج ناقل، يعني ماكو فد حيوان ثاني او سبيشي ثاني يكون ناقل لها. الترانسميشن از لارجلي باي ذا ريسبيراتوري روت، اذا عن طريق الجهاز التنفسي. فروم ايرلي كيسز اند بوسيبلي فيا كاريرز، ومرات يعني تكون طبعا بدايه المرض يكون هو فعلا هي اكثر فتره معديه لهذا المرض، واحتمال حتى انه الفومايتس وغيرها، يعني مثلا الخاولي، البطانيه، الجرجف، هذه الامور اذا كانت contaminated ممكن تكون مصدر لنقل الاصابه. الاورجانيزم ادهير، يعني البكتيريا تلتصق وتتكاثر rapidly بسرعه on the epithelial surface of the trachea، القصبه الهوائيه والبرونكاي، وايضا عند تراكيا عند برونكاي، و انترفيرز وذ سيليا رياكشن، وطبعا راح تقاوم هي حركه السيليا الموجوده بالريسبيراتوري تراكت، وتحاول تدخل تلتصق تسوي ادهيجن وبعدها انفيجن الى الخلايا. البلود از نوت انفيدد، يعني قليل البورديتولا بارتوسيس ما عندها بكتيرينيا، مو مثل بقية الأنواع اللي ذكرتها بالبداية اللي ممكن يكون أكو انتشار البكتيريا عن طريق البلاد. البكتيريا library the toxin and substances that irritate surface cells، إذا هنا ايش راح تسوي لي causing coughing and mark lymphocytosis، راح تسوي تفرز توكسين أول شيء، السموم مالتها تبدي تتحرر، وأيضا هذه ومواد أخرى تسوي irritation للسيل سيرفيس بالريسبيراتوري تراكت، وطبعا هذا يسبب الكافينج ويسبب لمفوسايتوسيس ارتفاع الخلايا الليمفاويه. بعدها اكو راح يصير نكروسز للابيثيليا، جزء من الابيثيليا، والبوليمورفو نيوكلير انفلتريشن، راح تجي الخلايا النيوتروفيل وذ
بيري برونكيال انفلاميشن اند انترستيشال نيمونيا، وراح يصير اكو نيمونيا اكيد والتهاب بالمنطقه. سيكندري انفيدرز لايك ستافيلوكوكاي، يعني راح يصير عندي سيكندري بكتيريال انفكشن باي ستافيلوكوكاي او عن طريق الهيموفيلوس انفلونزي، هذا ممكن يسبب لي او يسرع من او يسهل يعني وجود البكتيريال نيمونيا، يعني ذات الرئه البكتيريا. راح يكون اكو اوبسشن بالسمولر برونكيولز باي ميوكوس بلاج، يعني ان اتلكتاسيس راح يصير عندنا لان كولابس. شنو هذا اللان كولابس؟ راح يكون احنا المفروض الالبيولاي تكون فولد وذ اير يعني بالرئه، لكن بحاله الانفكشن وذ بوردوتيلا برتوسيس راح يصير عندنا الاتلكتاسيس، راح يصير اكو تجمع للسوائل بدل تجمع الهواء، بدل وجود الهواء. طبعا هذا اكيد راح يسوي لي بريث شورتنس، راح يصير اسوي ضيق بالتنفس والم وعدم راحه، وطبعا ايضا diminished of oxygen in blood وقله وصول الاكسجين للبلاد، لان اصلا الاكسجين راح يكون قليل باللنج. طبعا هذا هو راح يكون السبب الاساس لحدوث الكونفولشنز، هذه نوبات السعال in infants with whooping cough، وهذا الصوت اللي يظهر في نهاية السعال. طبعا الكلينيكال فايندينجز تنقسم عندنا تو ستيجز بالنسبة للديزيز، راح تبدي after incubation period of about 2 weeks راح يصير عندنا الكاترال ستيج. الكاترال ستيج راح يكون هذا mild coughing and sneezing، يعني عطاس بسيط وقحة بسيطة. During this stage خلال هذا الطور من المرض، الطور الأول الكاترال، large numbers of organisms are separated in droplets، يعني عدد كبير من البكتيريا راح ينتشر ينطرح ويا العطاس ويا القحة بالقطرات اللي تظهر تخرج ويا الزفير. طبعا هنا بهذه المرحلة ال patient is highly infectious but not very ill، يعني المريض راح يكون معدي لدرجة كبيرة لكن هو مو المرض مالته شديد، يعني شدة المرض عنده خفيفة لكن هو معدي بالكاترال ستيج، ال first stage of whooping cough هذا المرض. ال second stage اللي هو الparoxysmal stage، طبعا هنا الكف develops its explosive character، هنا راح يصير قحة كلش قوية، وطبعا characteristic whoop upon inhalation، وبالتنفس راح يصير عنده هذا الصوت اللي أخذ المرض تسميته اللي هو whooping cough، يعني هذا الصفير اللي نسمعه عند المريض. هنا طبعا راح يتعب المريض سريعا، راح يصير rapid exhaustion، وطبعا راح يكون اكو vomiting, sinusosis, convulsions, lymphocytosis راح تكون elevated ارتفاع بها عالي الخلايا اللمفاوية، ومثل ما قلت لكم اكو تقيؤ يشعر لانه يظل يقح، فعند هذا الرفلكس راح يشتغل ويصير اكو vomiting, sinusosis لانه اكسجين ما يوصل بكمية كافية الى اللنج ولا البلاد، فراح يصير حتى ازرقاق بالوجه، وهذه convulsions هذه التشنجات و اللي تحدث بنوبات السعال. طبعا هو البوردوتيلا بارتوسيس من المسبب الرئيسي للبرولون 4 to 6 weeks cough in adults، للسعال اللي يطول عند الاشخاص البالغين ليس فقط عند الاطفال. طبعا عاده ما نادرا ما يسبب fatal complications of encephalitis، يعني ما تصعد البكتيريا الى البرين. بالنسبه للدايجنوسيس سلاين نيزل ووش، يسوون غسل للنيزل كافيتي وياخذون السبيسيمن، يعني هم يدفعون سلاين بالانف ويخرج هذا السلاين يخرج فيجمعوه، ويكون هذا بريفيرد سبيسيمن هو العينه المثلى لتشخيص المرض. نيزوفارنجيال سواب ايضا ياخذون سواب مو فقط نيزل ووش، يكون ايضا من ال أو شيء يحطون بليت كوف بليت يسموها بليت صغيرة يحطوها قدام حلق المريض، أثناء الكوفينج راح أكو دروبلت قطرات راح تخرج من عنده من الفم،
وراح تكون موجودة على هذا البليت، ياخذوها ويزرعوها. أيضا هذه راح تكون تفيد، لكن هي مو جيدة بقدر انه نسوي سلاين نيزل ووش. دايركت فلوريسنت انتي بودي تيست اي مهم، هذا بالنسبه للنيزل فارنجيال سواب سبيسمن يستخدموه. بالنسبه للكلتشر نستخدم السلاين ووش، يعني السلاين نيزل ووش هو اللي ينزرع على السوليد ميديوم اجار، والانتي بايوتيك راح يسبب لي مثل ما قلنا البنسلين جي حطون 50 مايكروغرام بير مول بالميديا، هذا راح يسوي لي انهبيشن الاذر ريسبيراتوري فلورا اللي ممكن تاثر على نمو البكتيريا، وطبعا البنسلين جي راح يثبط النورمال فلورا اللي موجوده بالريسبيراتوري تراكت، لكن راح يسمح بنمو البردت الليبرتوسيس. البي سي ار طبعا راح يكون سنسيتيف للدايجنوسيس، ويخلون ضروري البارابرتوسيس والبرتوسيس، يعني بردت الليبرتوسيس وبارابرتوسيس يخلون البرايمرز لهم اثنيناتهم. انا يعني شرحت بالمحاضره النظري شنو معنات البرايمرز بفحص البي سي ار، فلذلك لانه هذه التو بكتيريال سبيشيز هي كلوزلي ريليتد متقاربه جدا لكثره التشابه بيناتها لعده نواحي مثل ما ذكرنا، فيخلون برايمرز لاثنينهم حتى يعرفون اللي اذا يصير امبليفيكيشن الوحده منهم هو البرتوسيس او البارابرتوسيس. بالنسبه للاميونيتي اللي تصير الريكفري فروم ووبينج كاف، يعني الشفاء من هذا المرض، اور اميونايزيشن او الفاكسين از فولود باي اميونيتي، راح ينطيني مناعه. السكند انفكشن ممكن تحدث لكن تكون مايلد، ري انفكشن تحدث بعد سنوات عند البالغين، اذا حدثت بعد سنوات طويله لا ممكن تكون سيفير ما تكون مايلد. It is probable that first defense against Bordetella pertussis راح يكون الانتيبودي اللي راح يمنع الاتاتشمنت اوف ذا بكتيريا تو ذا سيليا اوف ذا ريسبيراتوري ايبيثيليوم، يعني الاجسام المضاده اللي تتكون بعد الانفكشن او بعد الفاكسينيشن بعد الايمونايزيشن هي اللي راح تمنع التصاق البكتيريا بالسيليتد ريسبيراتوري ايبيثيليوم. التريتمنت سسبتبل لعدد من الانتي مايكروبيال دراجز، لكن الادمنستريشن اوف اريثروميسين راح ديورنج الكاترال ستيج ديورنج الفيرست ستيج اوف ذا ديزيز ايش راح يسبب لي او يؤدي الى بروموتس اليمينيشن اوف ذا اورجانيزم اند ماي هاف بروفيلكتيك فاليو، يعني مو فقط انه راح يسوي اليمينيشن للاورجانيزم لكن ايضا ما راح يخلي البكتيريا تصيب خلايا اخرى. والتريتمنت افتر اونست اوف ذا paroxysmal فيز، بعد ما الانتيبايتك اذا نطى بالستيج الاول راح يسوي لي اليمنيشن وراح يسوي لي بروفيلكتيك فاليو او يكون هو بروفيلكتيك ايجنت، لكن اذا نطينا الانتيبايتك بعد ما دخل المريض بالparoxysmal فيز، يعني هذا طور المرض او فتره المرض لما يكون السعال قوي نوبات السعال راح يكون rarely alters the clinical course، يعني قليلا ما راح ياثر على شكل المرض او على العلامات السريريه الكلينيكال سيمبتومز، وطبعا يحتاج اكسجين انهيليشن بهذه الفتره بهاي المرحله، ويعني يخلون المريض على الاكسجين والسديشن يحتاج مهدئات، وممكن هذه تمنع الانوزيك دامج تو ذا برين، تمنع وصول البكتيريا او يعني احنا قلنا هي البكتيريا ما تنتشر وقليل من تسوي لي انسفالوباثي، لكن راح يكون اكو انوزيك دامج تو ذا برين. شنو سببه؟ سببه قله وصول الاكسجين الى البرين، لان مثل ما قلنا راح يكون اكو لانج كولابس، وهذا راح تكون نسبة وجود الأكسجين بالألوفيولاي لانج ألوفيولاي كلش قليلة، لأن راح تكون فولد وذ فلويد، الألوفيولاي راح تكون مليانة بالسوائل اللي نتجت عن الالتهاب الحاد الرئوي اللي صار بعد الإصابة، فلذلك يحتاج المريض أكسجين انهيليشن ويحتاج سيديشن. البريفنشن شون يعني قلت لكم اكو فاكسين واكو اميونايزيشن تلقيح وتطعيم،
طبعا يعطى هذا اللقاح ضمن اللقاح الثلاثي اللي يعطى للأطفال بعمر 2 شهر 4 6، بعدها بعمر 1 سنة و3 أشهر أو إلى 1 سنة ونص، والفاينل 5 بوستر دوز هي راح تكون بعمر 4 إلى 6 سنوات قبل ما يدخل المدرسة. فينطوا هذا الفاكسين ويا كومبينيشن راح يكون ويا التوكسويد اوف الدفثيريا والتيتانس، ينطوا ويا الخناق ويا القزاز، تمام؟ لقاح الخناق والقزاز، ومثل ما قلت لكم 5 دوزز راح تكون راح تكون ريكومندد براير تو سكول انتري. هي منظمه الصحه العالميه وصت انه يكون قبل ما يدخل الطفل الى المدرسه يكون ماخذ ال 5 دوزز، وعنده هسه فول بروتكشن اجينست انفكشن وذ الدفثيريا المسؤوله عن الخناق والتيتانوس البكتيريا المسؤوله عن القزاز، وايضا الووبن كاف البكتيريا المسؤوله عن يعني البوردتيلا المسؤوله عن الانفكشن وذ ووبن كاف السعال الديكي. فهذه الاعمار اللي ناخذ بها اللقاح. الليجونيلا هذه البكتيريا ايضا تكون عشرات من عندها موجوده من انواع هذه البكتيريا، لكن اللي هي اخطر وحده بالنسبه للانسان هي الليجونيلا نيوموفيلا، وايضا الليجونيلا مقدادي ايضا موجوده وتسبب لي ممكن نيمونيا. بقيه الانواع انعزلت من الهيومن، لكن ايضا بكم يعني بمرات او غيرلي نادرا ما عزلت، لكن هي موجوده بالانفايرمنت. هذه البكتيريا هي فاستيديس، تحتاج يعني كومبليكيتد او عندها كومبليكيتد كونديشن فور جروين. احنا يعني بما معناه هذه الاحتياجات مالتها شويه تكون معقده ما تشبه بقيه الانواع البكتيريه، الانواع البكتيريه اللي تنمو تكون ابسط من عندها. هنا ايضا ايروبيك، هي يعني ايروبيك كونديشن، تحتاج جرام نيجاتيف 0.5 الى 1 مايكرومتر ان لونج، يعني طولها يكون هالشكل، وطبعا ستين بورلي بايوجرام ستين، لذلك يستخدمون هم يصبغوها بالجرام ستين، لكن دائما يستخدمون البيسك فوكسين اللي هو 0.1% اللي يكون الكاونتر ستين. تعرفون انتم اكو عندكم كاونتر ستين بالجرام ستين، وليش؟ لانه السفرانين يستبعدوه كاونتر ستين لانه يصبغ البكتيريا بشكل ضعيف، فيستخدمون البيسك فوكسين. بالنسبه للكلتشرنج مالتها ممكن تنمو مثل ما قلت لكم فاستيديس، يعني اذا تحتاج مواد اكثر من بقيه الانواع البكتيريه بنموها، وتحتاج كومبلكس ميديا اللي اسمها البفر تشاركول ييست اكستراكت اجار، وياها الفا كيتو جلوتريت وايرون. هذه البكتيريا كل هاي المواد تحتاجها حتى تنمو. البي اتش 6.9 والتمبرتشر 35، الهيوميديتي 90%، اذا ايضا تحتاج رطوبه عاليه بالنمو، والانتي بايوتيك ممكن يكون سيلكتيف فور ليجونيلا، يعني يسوي انهبيشن لبقيه النورمال فلورا وينمي فقط هذه البكتيريا. الليجونيلا هي كاتاليز بوزيتيف، الليجونيلا نيموفيلا اوكسيديز بوزيتيف، وطبعا بقيه الانواع راح تكون عندها فايربل رياكشن بالنسبه للاوكسيديز اكتيفيتي، لكن النيموفيلا هي كاتاليز اوكسيديز بوزيتيف. النيموفيلا ايضا شو تسوي؟ تسوي هيدروليسز للهيبيوريت، والاذر ليجونيلا دو نوت، بقيه الانواع لا ما تسوي هيدروليسز للهيبيوريت، وطبعا اغلبها تنطيني جيلاتينيز وبيتا لاكتاميز، والليجونيلا مقدادي راح تنطيني ما راح تنطيني جيلاتينيز ولا راح تنطيني بيتا لاكتاميز، لكن النيمولا اللي هي وبقيه الانواع ممكن تنطي هذه الجيلاتينيز والبيتا لاكتاميز. الباثولوجي اند باثوجينيسيس، هذه موجوده البكتيريا بالليكس بالبحيرات ستريمز بالانهار بالجداول، وطبعا بقيه اشكال المصادر المياه ايضا تكون موجوده بها.
راح تدخل هاي او راح يكون اكو كونتامينيشن بالاير كونديشن سيستم مثلا، يعني اذا مكيف الهواء يدخل الاصابه، الشاور هيدز بالحمام، وهذه كلها بقيه المصادر اللي ممكن تدخل الاصابه عن طريق تلوث الهواء راح تسبب الاصابه وتسبب حدوث المرض عند الاشخاص اللي مناعتهم ضعيفه، اللي مناعتهم سليمه ويتعرضون لهيجي اماكن، يكونون موجودين بهيجي اماكن ملوثه ما راح ينصابون، لكن فقط الاشخاص اللي عندهم نقص بالمناعه تدخل البكتيريا عن طريق هذه السورسز مثل ما قلت لكم الشاور هيد والاير كونديشن راح يصير عندهم اصابه. الليجونيلا نيموفيلا عاده ما تنطيني لوبر سيجمنتال اور باتشي بولمونري انفلتريشن، يعني راح يصير ايضا تجمع للبكتيريا والخلايا الالتهابيه، راح يكون اما بفص من الفصوص اللي موجوده باللانج، او يكون قطعه، او تكون بالعكس مثل ما ذكرنا بالمحاضره السابقه باتشي، يعني مثل بقع او لطخات محدده موجوده باللانج تشو. طبعا هذا اللي راح نشوفه هيستولوجيكالي، يعني من يسوون فحص، من ياخذون بايوبسي ويسوون تشو، يعني هيستولوجيكال اكزامينيشن، راح يشوفون من يسوون تشو سكشن راح يشوفون انه هذا الابيرنس يشبه بقيه الـ انواع البكتيريا اللي تسبب لي الريسبيراتوري ديزيز. اكيوت بيورولنت نيمونيا، يعني راح يصير اكو باس من البكتيريا ينتج، ونيمونيا ذات الرئه راح يكون موجود بالاليفيولاي، واكيد راح يكون وياها دينس انترا اليفلر اكزوديت اوف ماكروفاج، لان هذه البكتيريا تدخل بالماكروفاج، فراح يكون اكو تجمع للماكروفاج، بوليمورفو نيوكلير ليوكوسايت، اكيد نيوتروفيل، راد بلاد سيلز اند بروتينيشيوس ماتيريال، مواد بروتينيه كلها راح تتجمع بالاليفيولاي. اغلب الليجونيلا ان ذا ليجن ار وذين فاجوسيتيك سيل، مثل ما قلت لكم تقعد بالماكروفاج اكثر من وجودها بقيه الخلايا، فلذلك راح نشوف قليل انفلتريشن بالنسيج، يعني ليتل انترستيشال انفلتريشن اند ليتل اور نو انفلاميشن اوف برونكيولز، يعني ما موجوده بالقصيبات والابر اير ويز والمجرى التنفسي العلوي. بالنسبه للباثولوجي والباثوجينيسيس، الفاجوسايت اوكسيداتيف ميتابوليك بيرس از ريديوس، يعني هسه تأثير الماكروفاج على البكتيريا اللي دخلت بداخلها اللي هي الفاجوسايت، يعني أنا قلت لكم تدخل بالفاجوسيتك سيلز اللي من ضمنها الماكروفاج، فتأثيرها على، احنا نعرف اكو انزيمات تشتغل على الانتيجين اللي تبتلعه هذه الماكروفاج، لكن هذه الخاصية راح تكون كأنما مثبطة، راح تكون قليلة حتى البكتيريا تتكاثر وتخرج من الماكروفاج وتصيب ماكروفاج اخرى. الرايبوسومز والميتوكوندريا والسمول فيزيكل اكيوميليت اراوند فاكيول كونتيننج الليمفو سوري ليجونيلا نيموفيلا. ايضا راح تجي عندنا رايبوسوم والميتوكوندريا وجزيئات اخرى تجي تتجمع على الفاكيول اللي موجوده بيها الليجونيلا بداخل الماكروفاج. هذه البكتيريا راح تتكاثر بداخل هذه الفاكيولز ولحد ما يصير بيها عدد كبير، بعدها الخلية راح تتحطم والبكتيريا راح تخرج وتصيب ماكروفاج أخرى. The presence of iron transferrin iron أكيد راح يكون هذا essential of the process وللintracellular growth of the bacteria. But other factors important to the process of growth, cell destruction and tissue damage are not well understood. إذا شافوا شنو اللي تحتاج البكتيريا للنمو؟ للترانسفيرين ايرون، لكن بقية العوامل الضرورية لنموها داخل الخلية لحد الآن هي غير معلومة. asymptomatic infection راح تكون بأغلب الأعمار، وطبعا أكثر شيء راح يكون بالأعمار الفوق ال 55 راح يحدث المرض، ويكون
الأشخاص اللي هم سموكر هذول يكونون at risk factor، وأيضا الكرونيك برونكايتس، انفيزيما، وهذا انفيزيما يعني أيضا تحطم خلايا أو اللانج أليفيولاي، لأنه راح تكون مملوءة بالهواء الزائد عن قدرتها، فراح يصير أيضا تحطم بالأليفيولاي. ستيرويد أو أذر اميونوسبرسيف تريتمنت، طبعا هذا العلاج الستيرويد يثبط مناعة أو غيره من الأنواع من الأدوية، خصوصا بالأشخاص اللي يسوون رينال ترانسبلانتيشن، مو فقط رينال ترانسبلانتيشن حتى الليفر ترانسبلانتيشن، يعني الأشخاص اللي أو المرضى اللي يسوون لهم عملية زرع أعضاء، هذول ينطوهم اميونوسبرسيف دراج، ينطوهم دواء مثبط للمناعة حتى ما يصير organ rejection، حتى ما يصير رفض للعضو الجديد المزروع. وايضا كانسر كيموثيرابي، ايضا الاشخاص اللي مصابين بالكانسر راح يكون عندهم ضعف بالمناعه لان ياخذون الكيموثيرابي. والدايبيتيك بيشنت دايبيتس ميليتس، ايضا الدايبيتس يسوي لي شفتنج بالمناعه ويضعف مناعه الجسم. من تصير النيمونيا طبعا هذا ايضا يكون with this risk factor، فراح تكون هذول الاشخاص يعني عندهم organ transplantation اللي ياخذون كيموثيرابي واللي يكونون دايبيتيك، اذا صار عندهم النيمونيا تكون الليجونيلا هي الكوزاتيف ايجنت. الانفكشن ممكن تكون نون ديسكريبت فيبريال illness، يعني تكون بالحقيقه ارتفاع بدرجه الحراره ما مشخص، يعني كانما اي ارتفاع مثل ما يصير بحالات الريسبيراتوري انفكشن، طبعا يكون فتره قليله او ممكن يكون سيفير rapidly progressive illness with high fever، ممكن يكون لا تطور شديد للمرض وارتفاع درجه الحراره عالي، تشولز يكون المريض يرجف، مليس تعبان، نون برودكتيف كاف، ماكو سبيوتم بالكاف، هايبوكسيا يعني قله وصول الاكسجين، وايضا دياريا وديليبريوم ديليريوم، يفقد المريض كانما يكون مو بوعيه. وتشيست اكس راي يسوون اشعه راح تبين الباتشي اوفن مالتي لوبر كونسوليديشن، تصلب بنسيج الرئه يكون متعدد. بالنسبه للدايجنوسيس راح نشوف انه برونكيال واشنج، يسوون يعني ياخذون من البرونكس ياخذون من عندها ويزرعوه، بلورال فلويد ايضا يسحبون من البلورا الفلويد، ولانج بايوبسي سبيسيمن يدخلون مثل ما قلنا اندوسكوبي وياخذون بايوبسي من اللانج او بلاد، هذه العينات اللي ممكن تنأخذ. بالنسبه للسمير راح يشوفوها نوت ديمونستربل انجرام ستين اوف كلينيكال سبيسيمن، ويستخدمون السيلفر ستين للتشو، احنا قلنا راح ياخذون بايوبسي من اللانج فلذلك سيلفر ستين يصبغون بيها السلايدات للنسيج المأخوذ. كلتشر السبيسيمن مثل ما قلنا يسوي لها كلتشرنج على البفر تشاركوليس اجار اكستراكت اجار، وايضا فحوصات اخرى خاصه للليجونيلا هي ممكن ياخذون يورين من البيشنت من اليورين سامبل ويقدرون يفحصوه بإيمونولوجيكال ميثود، يعني الانتيجين يكون موجود باليورين، وايضا يفحص يستخدمون انتيبودي للليجونيلا نيموفيلا خصوصا سيروتايب 1 لان عندها اكثر من سيروتايب، لكن هذا ممكن يسووا له ديتكشن باليورين سامبل. سيرولوجيكال تيست اكيد ترتفع الانتيبودي خلال المرض وعندها سنسيتيفيتي عاليه 60 الى 80%، وسبيسيفيسيتي اعلى اللي هي 95 الى 99%، هاي بالنسبه للسيرولوجيكال تيست يعني اللي تعتمد بتشخيص انتيجين انتيبادي رياكشن. بالنسبه للتريتمنت هي انترا سيلولار باراسايتس اوف ماكروفيج، مثل ما قلت لكم تدخل بداخل الماكروفيج، واذر فاجوسيتيك سيلز، وممكن تسبب لي تصيب بقيه ممكن بعض من عندها يصيب خلايا الانسان اضافه الى اصابه الماكروفاج الموجوده بالريسبيراتوري ابيثيليا. لذلك الانتي بايوتيك المستخدم لعلاج الليجونيلا انفكشن must enter the phagocytes، يدخل الى داخل هذه الخلايا،
and have biological activity there ويقدر يؤدي عمله بداخل هذه الخلايا. الإريثروميسين، أزيثروميسين، كلاريثروميسين وجماعة الماكروليتس، الكوينيلونز اللي هم سيبروفلوكساسين وليفوفلوكساسين، والتتراسايكلين اللي هو الدوكسيسايكلين. هذه كلها ذكرتها الأنتيبايوتكس هي إفكتيف للإصابة بالليجيونيلا. وانتهت المحاضرة. زين هسه بس راح اخلي لكم رابط الحضور واسمع من عندكم اذا اكو استفسار.